بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مرة تانية. شفنا ازاي احسب الميديان والمين، عايزين بقى النهاردة نشوف ازاي نحسب المود برمجيا. بس قبل ما ابدأ فيها حاول توقف الفيديو وتفكر فيها وبعد كده ترجع تكمل الفيديو تاني. تعالوا بس نجرب تحت كده علشان الموضوع يعني يبدو ان هو مش هيبقى سهل قوي. تخلينا نطبع الداتا بتاعتنا الاول. print الداتا، ادي الداتا بتاعتي اللي هي موجودة عندي فوق دي. انا عايز اعمل ايه في الداتا دي؟ عايز اجيب الاكبر عدد بيتكرر، هو ده المود، فهنا الـ15 مثلا. طب علشان اجيب الـ15 دي مطلوب مني اعرف ايه؟ مطلوب مني اعرف اجيب الفريكوانسي بتاعهم علشان اعرف مين اكتر واحد بيتكرر. وعلشان اقدر اجيب الفريكوانسي لازم اعرف الداتا من غير تكرار هي ايه، يعني ايه هي الداتا بدون ما يبقى فيه عنصر بيتكرر. فخلينا نبدأ نجيب الداتا اللي هي ما بتتكررش. اجيب الداتا اللي ما بتتكررش ازاي؟ سهل قوي في البايثون. لو انا حولت الليسته دي لست، فالست ما بتسمحش بالتكرار فاوتوماتيك هتشيل التكرار. فهنادي على البيلد ان فانكشن اللي اسمها سيت، هديها الداتا. والداتا دي لو انا طبعت بقى السيت دي دلوقتي، فالست دي هتلاقيها نفس الداتا بدون تكرار. حلو جدا. بس الست عندها مشكله. ايه المشكله بتاع الست؟ ان الست ما بتسمحش بالاندكسنج، يعني ما اقدرش اقول حتى الايتم رقم 0 رقم 1 وهكذا. طب والحل ايه؟ الحل ان احولها لليست تاني. فهعمل لسته جديده مثلا اسمها اس اس بيساوي، هنادي على البلت ان فانكشن اللي اسمها ليست، واديها الست وهي هتحولها. وبعدين هعمل ايه؟ ممكن اطبعها بقى بحيث نشوفها. ففعلا هلاقيها هي بس حولتها لايه؟ لليست. جميل جدا، بقى معايا الليست بدون تكرار. عايز اجيب مين؟ عايز اجيب دلوقتي الـ15. اجيب الـ15 ازاي؟ اللي هو الاول احسب الفريكوانسي. فانا هعمل الفريكوانسي لو هذا لسته اسمها الفريكوانسي، هتبقى لسته. الليسته دي هيبقى فيها عدد الاوكيرنس بتاع كل ايتم، يعني ال10 حصلت كام مره، ال13 حصلت كام مره وهكذا. طب انا اعرف حصلت كام مره ازاي؟ هعدها في الليسته اللي فوق دي. يبقى كل عنصر هنا هعده في الليسته اللي فوق دي. طب بعد ازاي بقى؟ بص يا سيدي، انت هتعد فين؟ هتعد في الليسته اللي فوق اللي هي الداتا الاصليه اهو. هتعد دوت كاونت، هتعد مين؟ هتعد كل عنصر اي. طب الاي اللي هو مين؟ هقول بقى فور لوب اهو، فور اي ان الليسته اللي تحت دي. يبقى لكل عنصر اي في الليسته اللي تحت دي اللي هي اس اس هعد هي حصلت كام مره في الليسته اللي اسمها ديتا. تعالوا نطبع الفريكوانسي كده. هذا الفريكوانسي، فعلا هو الـ10 حصلت مرة، الـ13 مرة، الـ14 تلاتة، الـ15 أربع مرات، فهي دي أكبر عدد. طب بعد كده عايز أعمل إيه؟ عايز أجيب الإندكس بتاع الـ15 عشان أقدر أجيبها. الإندكس رقم بتاع الـ15 هو الإندكس بتاع الأربعة اللي هي الماكسيموم فاليو في الفريكوانسي. فخلينا نعرف نجيب الأربعة الأول اللي هي الماكسيموم فاليو هنا. أجيبها إزاي؟ عندك بيلد إن فانكشن اسمها ماكس، بتديها الليستة اللي أنت عايز تجيب الفريكوانسي بتاعها، هي هتجيبهولك. خلي بالك مش لازم أعمل برنت هنا في الجوبتر نوت بوك. آخر أمر لو في الآخر بيقول له قيمة، هو بيطبع لك القيمة على طول. فهنا الماكسيموم فاليو هنا في الليست دي هتبقى كام؟ 4. طب لو عايز اجيب الاندكس بتاعها، سهله بقى. بص بتجيبها ازاي بقى؟ مين الليسته اللي انت عايز تجيب عندها الاندكس؟ الليسته اللي تحت اللي هي الفريكوانسي. الفريكوانسي دوت فيها فانكشن اسمها اندكس، والاندكس بتديها الفاليو اللي انت عايز تجيب لها الاندكس، اللي هي هتطلع الاندكس رقم 3 اللي هو 0 1 2 3. فدي مكانها رقم 3 في الليست. خلي بالك هو نفس المكان بتاع المين بتاع الـ15 اللي هو الفريكوانسي بتاعها 4. فكده لو انا جبت العنصر رقم 4 في الليست دي، العنصر رقم 3 في الليست اللي فوق دي، يبقى هو ده الموت. طب ازاي بقى اجيبه ده كده؟ خلينا بس كده نقول ده الاندكس، الماكس اندكس، اندكس مثلا، اندكس الماكس اندكس يعني الاندكس بتاع الماكس فاليو. طب جميل جدا، انا عايز بقى اجيب القيمه دي. القيمه دي موجوده في انهي لسته؟ اللي هي اس اس. فلو قلت اس اس اوف الماكس اندكس، الماكس اندكس الاندكس، نطبع الاقي هي دي الـ15 وهو ده المود بتاعي. زي الفل كده. خلاص بقى انا ممكن يعني اخد الكود ده واروح اعمل لي بقى فانكشن فوق كده اسمها المود، ديف مود، بتستقبل الفانكشن ال الليست ال، وهيبقى فيها الكود ده بس هدخله
حلو، احنا هنا مش محتاجين نطبع بقى، احنا كنا بنطبع عشان بنجرب بس. طبعا الداتا بقت موجودة في لستة اسمها ال خلاص، وهشيل البرنت دي وخلاص كده، بس كده. خلي بالك بقى من حاجة، انا كنت قلت ان لو مفيش تكرار في اللستة فالمفروض مفيش مود. طب انا اعرف منين ان مفيش تكرار؟ بص، انت دلوقتي جبت الست، لو الست اللي انت جبتها كان نفس طول اللينس بتاعها، كان نفس طول الليست الاصليه، يبقى كده مفيش تكرار. يبقى اهو اف اللينس بتاع الاس بيساوي اللينس بتاع ال، يبقى كده مفيش تكرار. ممكن هنا ريتيرن فولس مثلا، لما يرجع فولس يبقى كده مفيش حاجه. طب لو ما رجعش كده هريتيرن مين؟ هريتيرن الفاليو دي، الفاليو دي هي المود بتاعي بس كده. طب تعالوا بقى ننادي عليها، اعمل ام او مثلا اختصار مود بيساوي المود بتاع الداتا، وعايز ارسمه هو كمان. ممكن اخد الكود ده، ودي طبعا هيبقى ام او، ومثلا الكرن نخلي بلو، ومثلا العلامة بدل او نخليها علامة زائد. اعمل اهو، هو ده المود بتاعنا فعلا 15 اهو، صح. طب خلي بالك بقى من حاجة، لو انا زودت دي خليتها 14 كمان مرة، ال 14 كده بقى الفريكونس بتاعها هو كمان كام؟ 4. فعندي 2 مود. الكود اللي انت كاتبه ده بيرجع مود واحد منهم اللي هو اول مود فيهم، اللي هو كام؟ ال 14، مش هيرجع ال 15. طب لو حابب اعدل بقى في الكود علشان يرجع الاتنين مود دي بقى، فكروا فيها، لان انا مش هضيع فيها وقت كبير، لان في اوريدي طبعا لايبرز بتعمل الكلام ده، فانا بس بدربكم على المفهوم وازاي تعملوا ده برمجيا، لكن انتوا حاولوا فيها علشان تاخدوها كتدريب ليكم يعني. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.